يراودني بما السماء تعلو فوق الأرض والبحور. سؤال يراودني لماذا 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 سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني. هل تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة؟ بالطبع يا قرون. لماذا تضيء النجوم في السماء؟ سؤال يراودني. لماذا تكثر الغيوم في الشتاء؟ سؤال يراودني. هيا قرون، لماذا البيض بيضوي؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني.